أما في ولاية برج بوعريج فقد تم إقامة حفل تسليم واستلام مهام بين الولي المنتهية ولايتها الغالي عبد القادر والولي المعين مؤخرا محمد بن مالك، وسط حضور ممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية. تقي زيان. أشكر السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي المتواضع لقيادة وريادة هذه الولاية العتيقة المجاهدة المعروفة بإطاراتها ومواردها البشرية والمالية. سوف أبذل كل ما في وسعي من أجل النهوض بهذه الولاية.